صباح الفل عليك يا باسنت، وصباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان. خلينا نقول ان احنا كان عندنا حلم بقاله 4 سنين الدولة المصرية شغالة عليه، والنهاردة اتحقق واصبح موجود بالفعل على ارض الواقع. ايه هو هذا الحلم؟ الحلم ده هو الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة اللي افتتحها امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ايه هي الشبكة دي بشكل مبسط؟ عارفين انتوا الرقم الامريكي المعروف 911؟ هي دي كده بالظبط. الشبكة دي هي شبكة خدمات وطوارئ موحدة على مستوى الدولة بالكامل. أي إنسان في أي حالة موجود في أي أزمة طارئة يقدر أنه هو يتواصل مع هذه الشبكة من خلال رقم واحد بس، بصرف النظر طبعا عن أن هذه الحالة كانت حالة طبية أو حادثة أو حريق أو نجدة. يعني بدل ما كنت بتتصل ب 122 أو 123 أو 135، كل الأرقام دي هتبقى في رقم واحد كده، زي ما قلنا في الولايات المتحدة الأمريكية الرقم الأمريكي المشهور في الدراما والسينما الأمريكية رقم 911. أي إنسان بيتعرض سواء في بيته أو في الشارع لأي حاجة بيتصل بالرقم ده، وعايزين نقول إن التحول ده بيعتبر تحول كبير جدا في مجال التكنولوجيا الخاصة بهذا الأمر. دي تكنولوجيا كبيرة متطورة بقت موجودة في مصر دلوقتي، ونقدر من خلالها الاستفادة فيها بشكل كبير. يعني يا مصطفى، لما بنتكلم على حاجة زي الجمهورية الجديدة احنا ما بنقولش شعارات فاضية، احنا بنقول صناعة، احنا بنقول زراعة، احنا بنقول مباني ومنشآت وتطور، بنقول ان الدولة النهاردة بنشوفها بتعمل كل يوم حاجة جديدة ومختلفة، مشاريع مختلفة. لو هنتكلم على بس الكام يوم اللي فاتوا احنا بنتكلم على مشروع رمال السودة، بنتكلم على مشروع ابدأ، بنتكلم على كل يوم في انجاز جديد. الانجاز اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة بقى ده مختلف جدا من نوعه، لانه مهم جدا جدا، بيمسنا كلنا كمواطنين النهاردة. كلنا لو اي حد هيتعرض ألف بعد الشر علينا كلنا، لو أي حد عنده إغاثة معينة محتاج إغاثة فيها خلاص هو رقم واحد أياً كان بقى نوع الإغاثة ده. معروف إن شبكات الطوارئ في العالم كله قليلة، مش موجودة غير في الدول الكبرى، لأن التكنولوجيا اللي فيها بتبقى عالية جداً، تحتاج كوادر بشرية وفنية على أعلى مستوى، يبقى لازم يكون عندهم مهنية كبيرة جداً عشان تقدر إن هي تشغل الشبكة دي. ده اللي مصر في الحقيقة قدرت إن هي تعمله في ال4 سنين اللي فاتوا. دلوقتي بقى عندنا شبكة موحدة فيها يمكن غرف عمليات على مدار الساعة، مربوط بكل الوزارات والهيئات الخدمية، شغال في كل أيام السنة، تعتمد على قاعدة بيانات عالية الدقة علشان لما المواطن يحتاج ويتواصل مع هذه الشبكة يكون في استجابة فورية وتحرك لحظي بمجرد الإبلاغ. يا مصطفى، صحيح يا باسنت، يمكن انت لسه دلوقتي قايلة ان التكنولوجيا دي تكلفتها كبيرة وتكلفتها متطورة، وإن بتحتاج لكوادر بشرية عالية جدا. طب خلينا نوضح أكتر، يعني إحنا عندنا مثلا في مصر حوالي 4000 عربية إسعاف منتشرين في كل محافظات الجمهورية. نفترض مثلا إن كان في حادثة على الطريق، طريق معين، حضرتك ببساطة كل اللي هتعمله إنك هتتصل على هذا الرقم الموحد، مش محتاج منك أكتر من كده، ولا حتى محتاج منك انك توصف العنوان، لانه ببساطه هيظهر على شاشات الشبكه الوطنيه الموحده، هيظهر موقعك فين، لوكيشن بتاعك، هيتم التواصل مع اقرب عربيه اسعاف متواجده في المنطقه، هيتم التواصل مع اقرب عربيه نجده لو في حال وجود اي مشكله، عربيه الاسعاف لما توصل المسعف هيبلغ الشبكه عن الحاله الصحيه للمصابين، والشبكه هتوجه هذا المسعف لاقرب مستشفى متوفر فيها الخدمة الطبية اللي بتناسب المصاب. قيس على كده بقى أي خدمة تانية، سواء كانت حادثة، حريق، تسريب غاز، ماس كهربائي، طلب نجدة، أي شيء ممكن تتوقعه الشبكة دي هتقدر ببساطة إنها تعمله. بالمناسبة إحنا كنا بنشوف في الولايات المتحدة، بنشوف الأفلام الأمريكية، لو طفل خايف يتكلم، لو ماما مش عارف إيه، احنا بنشوف حاجات وبيتعاملوا معاهم بمستوى عالي جداً من الاحترافية، بيطمنوا وبيعملوا. كان في جدة قالت ان هي مش عارفة تغسل الصحون، انا فاكر القصة دي، كان عندها زهايمر، الافراد الامريكيين راحوا غسلوا لها الصحون ومش عارف ايه يعني في دولة تانية
موجوده بكل تفاصيلها ورا الرقم ده ببساطه شديده، وانقذوا ناس كتير جدا جدا. يعني الارقام دي بتبقى مهمه جدا ان هي بتسعف فعلا الناس سريعا. بالزبط. زي ما انت قلت، لو على نفس الفكره اللي انت بتحكيها انه في اطفال فعلا بتقدر، لانه الرقم بيبقى سهل ومعروف ومسموع، فبيقدروا ان هم يتواصلوا مع الرقم ده وينقذوا مثلا لو اب وام تعرضوا لاي مشكله خلال وجودهم في المنزل. صحيح. المجهود ده عشان يتعمل كان محتاج في الحقيقه شغل كبير جدا، يعني مش هنتكلم ان هو وليد اللحظه، لا، شغل كبير ومحتاج بنيه تحتيه رقميه متطوره جدا، سواء من خلال مد الاف الكيلومترات من الالياف الضوئيه وانشاء المئات من ابراج الاتصالات عشان تقويه الشبكات بين المحافظات المختلفه. اهم بقى ان احنا كمان اطلقنا القمر الصناعي تيبا 1 في 2019، وده عشان يغطي خريطة مصر كلها خاصة المناطق الحدودية. يعني النهاردة مصر كلها متغطية، مش هنقدر نقول انه والله المحافظات بس هي اللي تقدر تكلم الرقم ده او غيره، لا، يعني كل مصر، كل الحدود المصرية متغطية. لازم يكون والأول مرة يكون لمصر قمر اتصالات خاص بيها. في الحقيقة مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة إنجاز حقيقي، يعني نقلة حضارية نقدر نقول عليها كبرى، كنا محتاجينها ومحتاجين الخطوة دي نبتدي فيها ونعمل يعني النقلة دي لكل المواطنين المصريين اللي يستحقوا إن يبقى عندهم خدمات بمعايير عالمية. النهاردة إحنا في مصر قادرين نقول إن كل يوم في مشروع جديد، في إنجاز جديد، كل ده لمين؟ لمصلحة المواطن المصري. على كل حال إحنا بنتمنى لحضراتكم صباح جميل، بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر.